مشاهدينا، تطمح جماهير أسود رافدين تجاوز عقبة الدور الأول والذهاب بعيدا بعد تجاوز عقدة المنتخب الفيتنامي واستثمار الأفضلية والخبرة في مباراة منتخبنا المقبلة أمام المنتخب اليمني الذي خسر أولى مبارياته أمام المتصدر المنتخب الإيراني بنتيجة قاسية. الآن لنا وقفة أخرى مع جماهير الرياضة العراقية، خليكم ويانا. هذه التصويبة علي 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 هيلا وزيك فين يا علي؟ الله عليك. والله الفريق العراقي البارحة هم صحيح كانت النتيجة كانت إيجابية لصالح الفريق العراقي، لكن الفريق العراقي بالشوط الأول ظهر بمستوى غير جيد. لو ما التبديل وهمام هو اللي شال اللعبة، ولو مو ينزل همام ما تتعدل النتيجة. يعني كان أضعف فريق بالبطولة غلبنا، والفريق العراقي يعبر بهاي المرحلة وحتى دور 16 يعبره، لكن بدور الثمانية ما يقدر يعبر الأكثر، لأن أكو فرق اليابان وكوريا الجنوبية وإيران أفضل من عندنا. الفريق الإيراني يعني هو المرشح لأخذ هاي البطولة، لكن الفريق العراقي إذا قدروا يغيرون المدافعين مالتهم وطريقة أسلوب اللعب مالتهم ما يصير يلعب بثلاث مدافعين، يعني الفريق الفيتنامي دا يزيد علينا بساحتنا أكثر من خمس لواعب، فأنت لازم تلعب بأربع مدافعين لو بخمس مدافعين حتى تقدر تسيطر عليهم، وما تقدر تسجل هدف إذا ما عندك دفاع، لأن اللعبة إذا ما بها مدافعين جيدين يصير عليك قوالة، حتى لو الهجوم مالتك فوق صحيح، لكن يصير عليك أهداف من الخلف، فعلينا نرتب أوراقنا بالدفاع ونلعب بأربع مدافعين. ثلاثة ما يفيدون، احنا من العراق من قبل نلعب 4-4-2، يعني هاي الخطة اللي لعب بيها والمدرب هسه هذا اللي يدربنا كاتانيتش هو مو زين، يعني هو أفضل من المدربين هسه الموجودين، بس عليه يعني الموجودين وياه يفهمونا بطريقة اللعب العراقية. احنا معروف لعبنا 4-4-2، أفضل لاعب كان همام، ولو ما ينزل همام النتيجة أبد ما تتعدل، هو اللي غير اللعب كله هما، كان يلعب من اليمنى وعلى اليسرى وقام يزيد فوق بالوسط وعزز الهجوم مالنا. بسم الله، البارحة اللعبة كانت الشوط الأول مو ذاك الأداء، كان الشوط الثاني أفضل، كان التحرك أفضل للهمام، الفريق يحتاج لباصات أكثر، اللعب بالعمق ما يفيدنا، يسبب أخطاء على المنتخب، يربك الدفاع، فكل ما يكون الباص أرضي تكون النتيجة بجانب المنتخب. اما اذا على يمكن كان افضل كان همام طارق افضل بتحركاته ويتحرك من دون كره افضل له، وعلى عدنان كان جيد. لا هو يراد بالدفاع ثقه بالنفس اكثر، يراد لعب بهدوء يكون اكثر، اما من يصيرون مشنجين لا يطلع